بحرا تتحرك انقره وتثير قلقا يتمدد في حوض المتوسط منذ ابحارها قباله السواحل القبرصيه تنقيبا عن الغاز الى توقيع اتفاقيه بحريه مع حكومه الوفاق الليبيه النفوذ التركي يتوسع ويتجاهل كل الانتقادات لمساعيها الراميه الى ترسيخ الاتفاقيه الليبيه كواقع، وهو ما ذهب اليه الرئيس رجب طيب اردوغان واكد انها ستطبق وستدخل حيز التنفيذ. فالدبلوماسيه التركيه دابت على تبرير الاتفاق الليبي الذي يضمن حقوق تركيا وفق القوانين الدوليه كما يرى وزير الخارجيه التركي. اتفاقيه تثير قلقا دوليا وتنذر بازمه سياسيه بين اطراف عده فالطموح التركي الباحث عن مصادر طاقه في المتوسط يتجاهل جغرافيا دولا وينتهك سيادتها كاليونان وقبرص وهو ما وصفته اثينا بالامر المنافي للعقل جغرافيا لتجاهله جزيره كريت اليونانيه بين الساحلين التركي والليبي فيما ادنته قبرص واعتبرته غير صالح قانونيا تطورات دفعت بوزير الخارجيه اليوناني للطيران الى مصر لبحث التطورات مع نظيره المصري في القاهره الرافضه ايضا لاتفاق اعتبرته معدوم الاثر قانونيا حراك دبلوماسي وسياسي لمواجهه النفوذ التركي يفتح الباب على سيناريوهات اكثر تازيما في ظل حسابات دوليه متضاربه في ساحه ليبيه تكثر فيها المصالح والتحالفات